دفعت على دنيا باطمة في الولد العاصفة، كيف من دفعت على سعد المجرد في الولد العاصفة، كيف من دفع على أي حد لأنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وأنا كنت شاكة وعارفة ومتأكدة كل التأكد بأن ابتسام باطمة كوبابل 100%، هذه كنت متأكدة منها يقينا ديال بصح، عايشة عياش متأكدة يقينا ديال بصح، لأنها باقا صغيرة وتعطاتها فرصة وعندها صوت زوين، ما ظنيتهاش تدخل لهاد التكوين العصابة الإجرامية الغبية بطريقة غبية. بني بات ما صوت زوين وبنية زوينة، تحطت في ظروف ماشي زوينين، عطاها الله شي حوايج ماشي زوينين في حياتها في طفولتها، وليو باش تلقى راجل اللي يحميها ويعاونها بانها تعالج نفسيا وتطور من نفسها وتطور من موهبتها، مي تحت في حاجه ماشي هي. هذه كنتمنى تخطى هذه المحنه، مور هذه المحنه تثقف من نفسها وتطور من نفسها وتسقل الموهبه ديالها، حيت راه ممكن تكون عندنا ان تالون، ممكن يكون عندنا الموهبه، ولكن راه خاصنا شنو كيفاش غنطوروا هذه الموهبه، ماشي بالمعاطيه، ماشي بالتدخل في حياه الناس، ماشي بتدمير الاخر. حيت دنيا باطمه انا ما كنعرف ليها والو، كيعجبوني غير من كتغني اغاني الاخرين، اغاني انا ما كنعرفهمش، وما عرفتش شكون دنيا باطمه من غير عرب ايضا، من غير فضيحه حمزه مون بيبي.